لا لا لا، ها، ما هذه الرائحة النتنة؟ الرائحة نتنة هنا. لا، مصاصتي، كنت أستمتع بتناولها. هل علي؟ أجل، سأفعل. هيا بنا. انظروا إلى هذا. هلا، لا تفعلي هذا. أعطيني هذا وخذي هذا، وسيحافظ على نظافة مصاصتك. ها، أعطيني إياه. يا له من شيء جميل. حظا موفقا في المرة القادمة يا براز القطة. شوكولاتة الدهن، إنها شهية للغاية. هذا أفضل يوم في حياتي. هل هناك شيء أفضل من هذا؟ صعبة وأحمر الشفاه. ها، انظروا إلي، يمكن أن أصبح عارضة أزياء. بالطبع يمكنك ذلك يا عزيزتي. مهلاً، ما الذي تفعله؟ أمل أن لا يكون ذلك برازاً. إنها مجرد شوكولاتة. لكن انظروا إلى الغرفة، قلبي الصغير لا يحتمل، وكأنني أرى كابوساً مرعباً. حقاً؟ هل هذا مقلب؟ كيف يمكن لشخص واحد أن يحدث كل هذه الفوضى؟ يجب أن أجد حلاً وأعرف ما علي فعله. لكنني بحاجة إلى بعض الأشياء من المطبخ. سأفتح علبة شوكولاتة الدهن وسأخذ منها مقدار ملعقة. تبدو شهية. لا، يجب أن أقاوم. سأغمس الملعقة في الوعاء. يجب أن تغطيها بالكامل. لدي الآن مصاصات شهية من الشوكولاتة. سأريها لإلسا. أمي، يمكنني توضيح الأمر. لنتخلص من هذه الملابس المتسخة. كيف؟ كيف فعلت ذلك؟ هل أشم رائحة شوكولاتة؟ لقد صنعتها لك خصيصاً. هيا تذوقيها. إذن هذه شوكولاتة. واو، إنها رائعة. شكراً يا أمي. وداعاً لحميتي الغذائية، لكن هذا يستحق. ثم ننقل التربة إلى الأصيل. لسنا بحاجة إلى هذه بعد الآن. أعمال البستنة سهلة جداً. يجب أن أفعل هذا باستمرار. ها، أجل، هذا مذهل. أحسنت يا صغيرتي، أحب قضاء الوقت معك. أنا فخورة بك يا ابنتي. ها؟ ما هذا؟ هذا مستحيل، لا أصدق. إنها دودة. هذا رائع. انظروا إليها. إنها تتناول التراب. لابد أنه شهي. سأتذوقه. إن كانت الديدان تجده لذيذاً، فحتماً سيكون لذيذاً بالنسبة لي. إنه طازج. هيا بنا. لا، توقفي. ها؟ لماذا؟ أردت فقط أن أتذوق. ضع التراب جانبا، سأعود حالا. حسنا، إنها لا تسمح لي بتناول الأشياء اللذيذة. يجب أن أسرع. سأفكر. ها، يمكنني استخدام رقائق الإفطار هذا. حتما ستنال إعجاب إلسا. لنبدأ، سأسكب رقائق الإفطار في الخلاط. أعتقد أن هذا كاف. يجب أن أضع الغطاء تجنبا لحدوث أي فوضى في المطبخ. ثم سأشغل. لا أريد أن أحولها إلى محوق. يجب أن تصبح كالفتات. إنها ممتازة. يمكنني الآن سكبها في الأصيص. سأملأه بالكامل. هذا كاف. رائحته شهية. أعتقد أنه جاهز. أوه، إلسا، لدي شيء من أجلك. انظري إلى هذا يا عزيزتي. ما رأيك؟ أوه، وعاء مليء بالتراب. مهلاً، رائحته كالطعام. إنه رائع. أعطيني إياه. الآن هذا ما كنت أريده. لذيذ جداً. إنه ألذ من التراب بكثير. ولا توجد ديدان هنا. المكان معتم جداً. لا يعجبني هذا. ومفتاح المصباح بعيد جداً. يمكن أن يمسكني أي أحد. مهلاً، ماذا يوجد هناك؟ هل هناك أحد في الأسفل؟ انضمي إلينا يا إلسا. لا، لن أغادر هذا السرير مجدداً. ها؟ ما هذا؟ أرجوك، توقف. وأنت أيضاً أيها الدب، كيف خدعتني؟ ها! إلسا، هل أنت بخير؟ ما المشكلة يا عزيزتي؟ كان ذلك مرعباً يا أمي. لم أستطع الوصول إلى مفتاح المصباح. لا تقلقي، سأفعل ذلك. سيكون كل شيء على ما يرام. ها؟ إنه لا يعمل. لا بأس، كل شيء تحت السيطرة. ابقي هنا فقط. أسرعي يا أمي. أنا بحاجة إلى حافظة بلاستيكية شفافة. سأضعها على الطاولة، ثم سأحتاج إلى بعض الأقلام. سأبدأ برسم مربع على البلاستيك، ثم ألونه. والآن سأستخدم قلماً آخر، ثم سأكرر فعل هذا. ثم سأبدل الألوان. أعتقد أن هذا كاف. ثم يمكنني قصها وصنع ثقوب بها. سأحتاج الآن إلى أربطة بلاستيكية. سأدخل الرباط في ثقب،
أريد ربط كل مربعين معا. هكذا تماما. سأفعل الشيء ذاته ببقية المربعات حتى أحصل على شيء كهذا، ثم سأربطها بغطاء المصباح. سأستخدم المزيد من الأربطة لتثبيتها. يجب أن أثبتها جيدا. لدي الآن مصباح بألوان مبهجة يمكنني التحديق به طوال الليل. إنه رائع. هاي إلسا، أجل انظري إلى هذا. واو، إنه مذهل. كنت أعلم أنه سينال أعجابك. والآن حان وقت النوم، أراك صباحا. تصبحين على خير يا أمي، هذا أفضل بكثير. أو إنها نائمة بسلام. أحلام حلوة يا صغيرتي. هذا المكان مثالي للنزهة المسائية. أجل بطبع، كل شيء بأفضل حال. لنتناول الطعام. واو، لدينا كل شيء. ماذا لدينا هنا؟ أفوكادو ها؟ هذا غريب بالنسبة لنزهة، لكن سأفتحها. أو إنها طرية جدا. أو عيني، ماذا تفعل؟ توقف، انتظر، لدي شيء من أجلك. هذه الأداة المفيدة هي الحل، انظر إليها. يمكنني استخدامها لتقطيع ثمرة الأفوكادو إلى نصفين. هذا سهل جدا. ثم سأفصل الجزئين هكذا. لكن لم ننتهي بعد. يمكنها أيضا إزالة البذرة. سأضع الأداة فوقها وألفها، وستخرج البذرة. والآن سأقلبها وأستخدمها لتقطيع الأفوكادو. أترى، لقد قطعتها إلى شرائح. هذا مذهل. أو حسنا، ماذا يمكنك أن تفعلي أيضا؟ هذه من أجلك، استمتع بتناولها. أنت رائعة يا عزيزتي. أجل، أعلم. إنها لذيذة جدا. هاي، انظري إلى عضلاتي. رائحة هذه الذرة طيبة للغاية. حتما ستكون لذيذة. تماما مثل ما أريد. سأحضر شيئا من الثلاجة. حتما تفضلون التناول الذرة مع الزبدة. إنها تجعلها لذيذة أكثر. سأفركها بالذرة. أوبس، تكاد تسقط. إنها شديدة الانزلاق. لا، عودي إلى هنا. توقفي. ربما يجب أن أمارس ألعاب الخفة. أكاد أمسك بها. مهلاً، صحيح أنني كنت أريد السفر، لكن ما هذا؟ هل هذه للزبدة خاصتي؟ واو، أليست التكنولوجيا مدهشة؟ لا، ليس مجدداً. حسناً، سأجربها. سأزيل الغطاء، ثم أضع قطعة الزبدة في الأنبوب، وهكذا ستكون ثابتة. إنها جاهزة، سأجربها الآن. يمكنني الآن فرك الذرة بالزبدة بدون أي مشكلة. ليتني عرفت هذه الأداة منذ وقت طويل. هذا سهل جداً، لن تنزلق الزبدة أبداً. وأصبحت الذرة شهية أكثر. وعند الانتهاء، سأعيد الغطاء. يجب أن أضعه في مكان آمن. هذا هو المكان المناسب. لن يصل أحد إلى هذا المكان. الحذر واجب. والآن يمكنني تناول الذرة. أعتقد أنني أستحق هذا. إنها لذيذة. إنها تمنحني الشعور بالسعادة. تفضلي طبق الذرة يا سيدتي. واو، تحياتي إلى الشيف. أجل، الذرة. بالهناء والعافية. أنا متحمسة جدا. ها؟ أريد المزيد، المزيد. مهلا لحظة، أعتقد أنه لدي فكرة. أشعر بالنشاط. أيها النادل، تعال إلى هنا. يجب أن تساعدني، لقد خرجت عن السيطرة. انظر إليها وكأنها حيوان. أسرع، ماذا تنتظر؟ سأتولى الأمر. شكرا لك، ماذا كنت سأفعل بدونك؟ هاي إلسا، انظري إلى هذا. سيساعدك هذا على تناول الذرة وسيقلل من أي أضرار جانبية. ما هذا؟ دعيني أريك. مرريه فوق الذرة وسيخرج الحبوب. واو، انظري إلي. ها هي كلها. والآن سأضعها كلها في وعاء. واو، هذا رائع. يمكنك تناولها باستخدام شوكة طعام. هذا أكثر رقيا. أجل، لكنه ليس ممتعا. حان وقت تفريش أسناني. أجل، معجون الأسنان ممتع. يا للهول، ما هذه الفوضى؟ على الأقل ينظف أسنانه. يجب أن أحل هذه المشكلة. سأضع معجون الأسنان في فتحات هذه اللعبة. عزيزي، استخدم معجون الأسنان هذا. واو، سأشرب الشاي وأسترخي. أمي، انظري، حل هذا اليوم أخيراً. أوف، اتسخ ردائي. حسناً، هيا يا ولدي، يجب أن تبدو في أفضل حلة. لنذهب إلى الروضة.
أمي، إنها تمطر. ماذا سأفعل؟ أوه، لا تبكي يا ولدي، انظر هذه مظلة. أو صحيح، ضربتها صاعقة. أريد الذهاب للروضة. انتظر يا عزيزي، أين المناديل؟ لحظة، ستارة الحمام، إنها الحل المنشود. سأبدأ بطيها بهذا الشكل. سأحتاج إلى المقص الآن. سأقص طرف الستارة. أصبحت هذه القطعة جاهزة. سأستخدم مكواة الشعر بهذه الطريقة. انتهيت، أصبح الرداء جاهزاً. انظر، ما رأيك؟ هل أعجبك ردائي الواقي من المطر؟ أجل، صنعت واحداً لك أيضاً. سنذهب الآن إلى الروضة دون أن تتبلل. لقد نفذت مني مساحة الرسم. أهلاً، هل استخدمت كل ورقي؟ لا، لا يمكنني الرسم الآن. أمي، هل أنت بخير يا عزيزتي؟ لقد نفذ مني الورق. لا تقلقي، شاهدي هذا. سأمرر جهاز الكي على الورقة وسيختفي الحبر. واو، سحر. والآن يمكنني الرسم. شكراً أمي. لا مشكلة يا عزيزتي، هيا ارسمي شيئاً جميلاً. انظري إلى دميتي يا أمي. هذا جميل يا عزيزتي. أشعر بالملل الآن. سألعب بهذا الدب المحشو بدلاً من الدمية. لقد سئمت هذا. بروم بروم. أريد ألعاباً جديدة. ماذا يحدث؟ أمك لا تحب الأصوات المرتفعة. هل لديك زر للإطفاء أو شيء ما؟ حسناً، خذي مفاتيح السيارة. لا بأس، تفضلي. فكرت في أن ذلك قد ينجح. سيكون هذا ممتعاً جداً. أوهو، إنها لامعة جداً، وكلها لي. ليس لدي رخصة قيادة حتى. ضعوا أحزمتكم، ستكون هذه قيادة سريعة. السلامة أولاً، لنفعل هذا. بروم. أنا أفضل سائقة على الإطلاق. بيب بيب، ابتعدوا عن طريقي. بيب بيب. واو، مرحبا، تفقدي سيارتي. إنها مذهلة. هل أنت بخير يا عزيزتي؟ حسنا، فهمت الأمر. يا لها من سيارة فاخرة. ليت لدي سيارة مثل هذا، ليت كان بإمكاني فعل شيء. ما هذا؟ هل هذه سيارة لعبة؟ لابد من أن هذا يوم حظي. يمكنني إعطاء هذه لآني، لكنها تحتاج إلى قيادتها في مكان ما. أعلم وسأفعل. ضعوا تيشيرت أبيض على سطح مسطح. استخدموا قلم حبر أسود لرسم خط منحنى. افعلوا هذا حتى آخر التيشيرت. ارسموا خطاً ثانياً لتصنعوا طريقاً. والآن ارسموا علامات الطريق. وفور انتهائكم، ابدأوا بتلوين الطريق. تأكدوا من التلوين حول علامات الطريق. حين تنتهون، ستحصلون على شيء كهذا. حان الوقت لتشغيل محركات السيارات. يا آني، لدي شيء لأجلك. ولكن هذا ليس كل شيء. واو، طريق، هذا مذهل. بروم بروم، إنه كتدليك بسيط. هذا رائع يا أمي، هذه أسرع سيارة على الإطلاق. شاهدي هذا. أوبس، لا بأس يا عزيزتي، إنه مجرد ألم بسيط في الظاهر. صباح الخير يا عزيزتي. من أنت؟ أحتاج نظارتي. هيا، حان وقت الاستيقاظ. صباح النور يا أبي. لنفرش أسناننا. تناولي فطورك حتى تكبري وتصبحي قوية. أنا أحب حبوب الإفطار. حسناً، هل أنت مستعدة للذهاب للمدرسة؟ سأربط حذاءك حتى لا تتعثري بسببه. يا للهول، شعرك فوضوي. ربطة شعر، سأحاول أن أضعها على شعرك. ربما هكذا؟
كلا، هذا سيء يا أبي. حسناً، سأجرب شيئاً مختلفاً الآن. تسريح شعرك صعب وأنت تتحركين. لحظة، في الواقع، واصلي الدوران. أحسنت يا ابنتي، واصلي. سأضع الربطة الآن. واو، تبدو مثل قرن يونيكورن. تفضلي. أبي مرحى. أوه أميرتي الصغيرة، هل كان يومك جيداً في المدرسة؟ حسناً، اجلسي بينما أنهي عملي. كدت أنتهي، لذا ابقي هادئة أثناء الانتظار. أشعر بالملل. كدت أنتهي. أوه لا، أين ذهبتِ؟ أوف، اخرجي من هنا. أحسني التصرف وابقي هنا. الأطفال متعبون. لحظة، ما هذا؟ أو لا، توقفي توقفي، هذا عملي، ابقي هنا. لكني مللت. هل تريدين اللعب بهاتفي؟ مرحى، سأتابع مقاطع فيديو. البطارية ضعيفة. أو لا، الشاحن مقطوع. ماذا سأفعل الآن؟ لحظة، ربما يمكنني فعل شيء بحافظة الهاتف هذا. سأستخدم هذا المنديل، ثم سأملأ هذا الغطاء البلاستيكي بالغراء. هذا يكفي، سأغلقه بمكواة الشعر. سأضعه على الحافظة، ثم سأضيف إطار الجليتر أيضاً. عظيم، يمكنها اللعب به. ستعجبها هذه اللعبة بالتأكيد. تفضلي. واو، توجد زهور وردية هنا. أهم، هذا مذل جداً. أوبس، هل حل الصباح بالفعل؟ استيقظي يا سيدتي، حاضراً بشأن الأزهار. على أي حال، أيهما تحبين ارتداءه؟ لا أعلم. ها؟ ولا واحد منهما. ممتاز يا سيدتي، هذان جميلان. لا، هاو، إنه لامع جداً. لا، لا أريدهما. ربما نرتدي شيئاً بسيطاً. لا، أحتاج إلى وظيفة جديدة. أنا آتية فوراً يا سيدتي. سيؤلمني هذا لاحقاً. هذه كل الملابس في المنزل. كلا، حقاً. مهلاً، ربما يمكننا استخدام نظارة الواقع الافتراضية تلك. كان علي التفكير في ذلك مبكراً. لا أريد لعب ألعاب. ارتديها فحسب. من أطفال الأنوار؟ مهلاً، هذا فاخر. أخيراً. لا أحبه. بالطبع لا تحبينه. هذا لطيف. كيف أبدو؟ جميلة. شكراً، يمكنك الذهاب الآن، أحتاج إلى النوم. ماذا؟ هل تمزحين معي؟ أنا أحب الرسم والتلوين. أمي، رسمت سيارة. أحتاج المزيد من الأوراق. حسناً عزيزي، تفضل. سأرسم باللون البنفسجي. أحتاج المزيد من الأوراق يا أمي. أنت سريع في الرسم. تفضل. لا، نفدت كل الأوراق. آسفة يا عزيزي، لم يعد لدي ورق. يا للهول، لا تبكي، لدي حل. أعرف حلاً ممتازاً. سأحتاج قطعة كرتون كهذا. سأرسم عليها الآن. ورث مهارة الرسم مني. الرسومات جاهزة. سأضيف طبقة من الشريط اللاصق. انتهيت. سأطوي الكرتون لجمع كل الرسومات. كيفن، انظر ماذا لدي. هل تريد أن تلون هذه السلحفاة؟ أترى، بهذه الطريقة. لكن يمكنك تلوينها قدر ما تريد. أليس هذا رائعاً؟ واو، أعطيني إياها. سألون هذا الحيوان. واو أمي، انظري إلى هناك. ما الأمر يا عزيزتي؟ هذا العصير لذيذ. لقد نفد. علي الحصول على واحد آخر. لنذهب يا أمي. حسناً، لكن نسرع. من الجميل الجلوس والاسترخاء.
علبة العصير هذه فارغة فعلاً. أردت تذوقها. لا بأس يا عزيزتي، ربما يمكنني المساعدة. لدي بعض الماء. الماء ممل. أوه حسناً، لدي فكرة. لدي بعض مربى الفراولة، يمكنني إضافة هذا للماء. لا يمكنني أن أدع أني تراني، ينبغي أن يكفي هذا. أمي ماذا تفعلين؟ أريد العصير. لقد حاولت. الحياة قاسية جدا. مهلا، أعتقد أنني أعرف ما سأفعل. يمكنني استخدام علبة العصير هذا. سأقطعها إلى نصفين فحسب، ثم سأضع الماء داخلها. لن تعرف أني أبدا. إنه جيد بما يكفي. أني هذه لأجلك. حقا؟ هذا رائع، شكرا أمي. عفوا يا عزيزتي. حسنا عزيزتي، لنلقي نظرة على غرفة اللعب. تبدو مرتبة. هناك الكثير من الأشياء. هناك مواضع خطر كثيرة هنا. كلا، ابقي هنا يا عزيزتي، لا تتحركي. سأجعل هذه الغرفة آمنة لك، ستساعدني هذه الأغراض. يجب أن أغطي الزوايا الحادة. سيساعدني الشريط اللاصق كثيراً. يبدو كل شيء آمناً الآن. كان ذلك مريقاً. حسناً عزيزتي، هل أنت مستعدة للعب؟ هاي آي، لقد سقطت. مرحة، وقت اللعب. لحظة، لا تتحركي. كان ذلك وشيكا. بقيت خطوة واحدة فقط. سأضع قطعة من الشريط اللاصق على الأرضية، ثم سألصق السجادة عليها. هكذا ستبقى في مكانها الآن. يمكنك اللعب الآن. مرحة، وقت اللعب. أوف. أهلا بأميرتي الصغيرة. ما أظرفها. سأحتفظ بالباقي لوقت لاحق. أنا جائعة. هبي، أريد حلوى. حسنا، تفضلي. انتهيت منها. هذه الحلوى لذيذة. صحيح، حلوى المصاص. يا، إنها مقرفة. حلوى المصاص مقززة. يا إلهي، لا تقلقي، خذي هذه بدلا منها. خطرت لي فكرة عبقرية تناسبها تماما. انظري، خذي حلوى المصاص الجديدة. خذ أنت هذه الحلوى. سأحتفظ بها لوقت لاحق. سألعب بكرة الشاطئ الآن. يا للهول، ما هذه الفوضى؟ إنه عمل للأم الخارقة. سأنظف هذا المكان في لمح البصر. حفاضات متسخة. وداعا. لا أحد يعبث مع الأم الذكية. كنت تحبين هذا الديناصور. سأبيعه لطفل آخر. أظن أن رائحتها قوية. قلمي، ماذا فعلت بك؟ المبرأة قادمة لإنقاذ الموقف. ما أجمل هذا الشيء، يبدو مثل لعبة. أمي، انظري، هذا رائع. مهلا، لدي الكثير من أقلام التلوين. ستكون النتيجة رائعة. ما أجمل هذه الألوان. كل ألوان قوس قزح. حان وقت رسمة جديدة. أمي، أين كل أقلام التلوين؟ لحظة، الحل أمامنا مباشرة.
سأضع هذه المصابيح الصغيرة داخل الصندوق، ثم سأغطي فتحة الصندوق العلوية بغلاف بلاستيكي. سأغلق الحواف بإحكام. بعد الانتهاء من ذلك، سأحضر برطمان سكر. سأسكب السكر على كافة السطح. سأواصل حتى يبدو بهذا الشكل، ثم سأطفي أنوار الغرفة وأستخدم أصابعي لرسم أشكال جميلة. عزيزتي، تعالي! ها؟ واو، هذا رائع للغاية! يمكنك رسم ما تريدين. سأرسم سمكة. كنت متأكدة أنها ستعجبك. هل أنت متحمسة؟ أنت تنتظرين هذه الرحلة منذ أسابيع. أمل أن نرى أسماك قرش. لنذهب. وصلنا. مغلق. لماذا لم أتحقق من ذلك؟ سنأتي في يوم آخر. لا تسير الأمور كما نخطط لها أحياناً. هذه هي الحياة، ماذا عسانا أن نفعل؟ أعطيني البوبات. إن وضعت هذا الشيء هنا سيتحول إلى شيء ممتع. واو، إنه أخطبوط منزلي. كم هو جميل. هل ترين؟ إنه يسبح تحت الماء. أطلقي العنان لخيالك. يا لي من نوم ذكية. هذا رائحته مذهلة. هل تستمتعين يا عزيزتي؟ أنا طاهية يا أمي. إنني أعد العشاء، ولكنه يحتاج إلى المزيد من المكونات. أكره الكي، إنه ممل للغاية. يا شيرل، ماذا تفعلين؟ أخبرتك بأنني أطهو. مكياجي لقد فسد تماماً. أعلم ما سأفعل. هذه حالة طوارئ. هذا ما أحتاج إليه تماماً. سينقذ هذا اليوم. الطبخ سهل. لدي شيء لك. يا لها من فوضى، علي تنظيف هذا. خذي هذا. شكراً أمي. أنزع الدايل. انظروا إلى هذه الكرات الصغيرة. سأمدد هذا فوق الحاوية. والآن سأستخدم المضخة. انظري يا أمي. سأملأه بالجليتر. إنه جميل جدا. بالتالي إنه طري جدا. ها هو يذهب. يمكنني وضع لعبة فقاعات فيه. ماذا الآن؟ المزيد من الجليتر. انظروا إلى كل الألوان. عجين، يجب أن أضع هذا. بثبات، هذا ممتع كثيرا. والآن سأضع الغطاء. مذهل. انظري يا أمي. جميل يا حبيبتي. شيرل، لا تفعلي ذلك. سأصنع بالونا آخر. كلا. ماذا أرتدي؟ انظروا إلى هذا المكياج. هل يمكنني استخدامه يا أمي رجاءً؟
حسناً، لكن لا تسببي فوضى. لا يمكنني أن أعيدك بأي شيء. مهلاً، ماذا قالت؟ توقف عن التلاوي. توقفي عن هذا. لقد جعلت أبي يبدو جميلاً. مرحباً يا عزيزتي. هذا ليس جيداً، إلا أنه يبرز عينيك. ليس لدي وقت لهذا يا أمي. لكنك تحتاجين إلى سترة. أمي، أنا لست طفلة. لن تكون إصابتك بالبرد أمراً جيداً، كذلك ستبدين جميلة. أمي، توقفي عن هذا، هذا محرج جداً. لترتدي هذه السترة. هذا أفضل، تبدين دافئة جداً، وأعتقد أنك تبدين أنيقة أيضاً. أنت تمزحينني، أليس كذلك؟ والآن أسرعي، لن أرتدي هذا، لا يمكنك إجباري على هذا. ما خطب السترة؟ أنا أحب هذه السترة. هل ترين؟ إنها تناسب إطلالتي. أراك لاحقاً. على الأقل خذي وشاحاً. ما الهدف من هذا؟ إنها لا تستمع إلي أبداً. سنرى من المحقة. الجو ليس دافئاً كما اعتقدت. يلا من رياح باردة. من يهتم؟ فأنا أبدو جميلة. هل الجميع هنا؟ لنبدأ. لا أشعر بأنني بخير. شيرل، هل أنت مريضة؟ ارحلي من هنا. كنت آمل أن تقولي هذا. سأجمع أغراضي وأعود إلى المنزل. لا أريد أي جراثيم في صفي. ربما كانت أمي محقة. انذار كاذب. سأضع كتبي في خزانتي وأرحل. الآن أحتاج إلى تنظيف خزانتي. سأتعامل مع هذا في يوم آخر. تسرني رؤيتك كثيراً، إنك تبدين رائعة. كم أنت لطيف. أنا أعني ما أقول، أنا معجب بك كثيراً يا شيرل. يا إلهي، سأقبلها أخيراً. هذا مقزز. هذا رومانسي جداً. سأتقيا. ابتعدي، خذي هذه المناديل. كريس، ما الخطب؟ يلا الهول، هذا أسوأ شيء. يا له من يوم، تسرني العودة إلى المنزل كثيراً. أريد أن أستلقي في سريري فحسب. لماذا يحدث لي هذا؟ مرحبا يا أمي. هل عدتي بالفعل؟ أشعر بأنني مريضة. تناولي هذا وستشعرين بالتحسن. هل تعنين ذلك؟ سأجرب أي شيء. واو، هذا مخاط كثير. أعتقد أنني فقدت شهيتي للطعام. أنا آسفة يا أمي. أخبرتك بأن ترتدي سترة. لقد تأسفت بالفعل. لا يمكنني أن أغضب منك طويلاً. علينا أن نداويك. ستؤدي هذه الحقنة بالغرض. مستحيل، أبعدي هذا الشيء عني. اهدئي، ليس الأمر سيئاً كما يبدو. ثقي بي، فأنا أعلم ما أفعل. سأضيف الملح إلى كوب الماء الساخن هذا. أعتقد أن هذا سيفي بالغرض. والآن سأملأ الحقنة به. سيحسن هذا كل شيء. ابقي ثابتة، سأرش الماء على أنفك وسيخرج هذا كل المخاط السائل والجاف. وأنت عبقرية، يمكنني التنفس فعلا. شكرا لك يا أمي. إلى أين تذهبين؟ لا أحتاج إلى هذه السترة. كريس، لقد تخلصت من المخاط. هذا لا يصدق، لما أحاول معها حتى؟ أريد، دعيني أذهب. عليك استخدام النونية يا عزيزتي. حسناً. ما كان ذلك؟ يا مربيتي، عودي للجلوس على المرحاض. هذا ليس عدلاً. مهلاً، ليس مجدداً. هل يمكنني مساعدتك؟ لا يمكننا أن نواصل فعل هذا. سأتركك لتفكرين، أراك لاحقاً. لابد من وجود شيء لفعله. أعلم ما سأفعل. مقزز، لن أكل هذا. أفضل اللعب بهذا. إيسي، انظري إلى ما لدي. هل أنت جائع يا سيد فلامينغو؟ تفضل. إنك تحب هذا. إنه يأكله حقاً. لكن عليه دخول المرحاض. مستحيل، علي رؤية هذا. هل سيتبرز حقاً؟ اتخذ وضعاً مريحاً. هكذا تماماً، فلتنتهي مما تفعل. لابد من أنك كنت تحتاج إلى ذلك. هل ما زلت مستمراً؟ إنه يتبرز. أريد التبرز أيضاً. أحسنتي. يمكنك الذهاب، سأكون بخير. لا أحد سوانا يا سيد فلامينغو. يا لها من فتاة ذكية. ماذا كانت تأكل؟ هذا رائع،
تبدو رائعة جداً. تليق الوشوم بها بالتأكيد. يا له من كوب شاي. أوه، ماذا فعلتِ؟ أوه، مرحباً يا أمي، ما رأيكِ؟ لا أصدق أنكِ فعلتِ هذا. أمي، أمي، أفيقي، ما الخطب؟ ما الخطب؟ انظري إلى حالكِ، تبدين وكأن أحدهم قد عبث بوجهكِ، تبدين سخيفة. أنا غاضبة جداً منكِ الآن، لقد طفح الكائن، ستأتين معي، هيا. توقفي يا أمي. من فعل هذا بكِ؟ من؟ هذا محرج جداً. حسناً، تلك الفتاة هناك. من؟ تلك الفتاة؟ يبدو هذا رائعاً. علي التحدث إليها، لنذهب. لكن يا أمي. اجلسي. مرحباً، هل يمكنني مساعدتك؟ أعتقد أن هذا من عملك. ماذا يجري؟ انظري إلى صغيرتي، أنت فعلت هذا، إنها تبدو مريعة. حسناً، إنه يعجبني. هل هي هكذا دائماً؟ إنها ليست رسومات جيدة حتى، بل مجرد خرابيش. ماذا ستفعلين بشأن هذا؟ إنك تصيبينني بالصداع. اصمتي، الأمر ليس بمعضلة، إنها مجرد ملصقات. هل ترين؟ يمكنك الحصول على بعضها. ملصقات؟ لا أفهم الأمر. هل تقصدين أنها ليست وشوماً حقيقية؟ يا إلهي، أشعر بالسوء الآن. أنا آسفة جداً، غالباً تعتقدين أنني امرأة مجنونة. أجل، لكن لا بأس، ستفاجئين من عدد مرات حدوث هذا. لما لم تقولي شيئاً؟ لقد حاولت ذلك، لكنك رفضت الاستماع إلي. هل انتهينا من الحديث هنا؟ حسناً، ما زال علينا التخلص من الوشوم. لا مشكلة في ذلك، نحتاج إلى الشريط اللاصق. حقاً؟ كيف ذلك؟ نضع الشريط اللاصق على الملصق، ثم نضغط عليه قليلاً، والآن نقشر الشريط اللاصق ببطء، وسيزال الوشم فوراً. هذا سهل جداً، لقد أزلتها كلها. أوه، كم هذا مريح. إنني أفتقد وشومي، لا أحظى بأشياء جميلة مطلقاً. لنعود إلى المنزل. هذا مؤسف، أكره العيش معها. مهلان؟ كلا، لا يمكن أن يكون وشماً، يفعلها دائماً من لا نشك فيهم مطلقاً. أوه، كان ذلك غريباً. صحن لذيذ من حبوب الإفطار، تفضلي يا صغيرتي. هيا تناوليها. كلا، لا أعتقد أنني سأفعل ذلك. كلا. لم قد تفعلين ذلك؟ طفح الكيل. مهلان، لدي فكرة، سأخذ قطعة من الخيط وأمررها من خلال فتحات حبوب الإفطار، سأبدل بين الألوان حتى أصنع قلادة، إنها رائعة. تفضلي. واو، لدي قلادة وتبدو جيدة بما يكفي لتناولها. هذا جيد، شكرا لك يا أبي. خذ ثابتاً يا عزيزي. أريد أن أذهب للعب يا أمي. ها قد انتهيت، يمكنك الذهاب. يا له من فتى مطيع. مهلاً، لقد نسي كريس قبعته. هو لقد عاد بالفعل. مرحباً يا أمي. أنا متعب. ماذا حدث؟ أنت في حالة مزرية. مباراة كرة القدم، لقد أحرزت هدفاً. أشعر بعطش شديد، أحتاج إلى مشروب. بل تحتاج إلى الاستحمام، هيا لننظفك. أوه، كلا، هذا سيء. أرجوك يا أمي، أي شيء عدا ذلك؟ ادخل إلى هناك. في النهاية، ما من مهرب هذه المرة. اذهب إلى حوض الاستحمام حالاً. لا خيار لدي إن كنت مصرة. انظروا إلي فحسب. أكره وقت الاستحمام، لكن حوض كراتي ممتع أكثر. قذيفة مدفعية، هنا تكمن سعادتي. ماذا تفعل؟ إنه مكان سحري بحق. كريس، ادخل إلى حوض الاستحمام. إنني أنظف نفسي، انظري، إنني نظيف تماماً. توقف، انتظر، أعتقد أنني أعرف كيف أجعل هذا أسهل. سأبدأ بوضع صودا الخبز في وعاء، ثم سأضيف القليل من لون الطعام الأحمر. ينبغي أن يكفي هذا، ثم سأصب عليهما زيت الزيتون. الآن علي خلطهم معاً، سأقلب حتى تندمج المكونات كلها. كدت أنتهي، يبدو ذلك جيداً. لدي قالب بلاستيكي، سأضع فيه الخليط بالملعقة. سأساوي سطحه حتى يتشكل بشكل القالب، والآن سأضيف ألواناً مختلفة.
الضغط على الخليط بقوة يجعله أكثر متانة. فعلت الشيء نفسه مع قالب آخر، صادعتهما معا وحين يلتصقان معا سأزيل القالبين. الآن أصبحت لدي كرة استحمام فوارة. كريس، لم أفعل شيئا. أوه، تأملوا تلك، أعطيني إياها. أدخل إلى حوض الاستحمام أولا. لكنني في حيرة شديدة. حسناً، لكنني لست سعيداً بذلك. أنت ذا، شاهد كل الألوان التي ستظهر. هاو، جميعها فوارة، إنها أشبه بقوس قزح. هي على جمالها. هاو، هذه هي الأفضل. علمت أن هذا سيفلح. هل يمكنني استحمام غداً؟ أصبحت أحب الاستحمام الآن. هزل. من تربية الأبناء أن تواجه الكثير من المصاعب، لكن ستجعل هذه الأدوات والحيل حياتك أكثر سهولة. ما الحيلة التي يستعين بها والداك باستمرار؟ أخبرنا في التعليقات، وتذكر مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الممتعة كهذا الفيديو.